أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي. شكرا 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 شكرا. مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا. ولادنا تحت جناحنا أردناها حصة بسيطة في كل مرة نتناولوا موضوع يساعدكم يا أولياء في تربية أطفالكم بالطريقة السليمة. معنا أخصائيين في كل مرة يتكلمون على موضوع ما ونحاولوا أن هذه النصائح هذه توصل عندكم باش تربيوا ولادكم اللي هم ولادنا وراهم تحت جناحنا. إذن اليوم موضوع اليوم هو موضوع التريزوميا، يعني إدماج الأطفال المصابين بحالة التريزوميا متلازمة داون في الوسط المدرسي، ولما لا نتكلموا على الإدماج في الوسط الاجتماعي كذلك. معايا اليوم أخصائيين رايحين يكونوا معايا. معنا الأستاذة حورية خدير أخصائية نفسانية، مرحبا بك مدام، شرفتينا شرفتينا شرفتينا. نساعدك تفضلي تفضلي. شكرا. معي كذلك السيد محمود عمورة، مرحبا بك، أب وناشط في هذا المجال تاع الإدماج. مرحبا بك سي محمود، مرحبا بك، تفضل تفضل محمود. مرحبا بك مرحبا بك، شرفتنا شرفتنا شرفتنا. معنا كذلك السيدة سعدية زيتوني، تفضلي مدام تفضلي، مربية وناشطة في مجال إدماج الطفل. تفضلي مدام تفضلي، شرفتينا شرفتينا، مرحبا بك مدام. شكرا. مرحبا بك شكرا. مرحبا بك. وترافقني كذلك الأستاذة علجية جيلاني، مرحبا بك مدام، مرحبا بك مرحبا بك، تفضلي مدام شرفتينا شرفتينا. وفي كل مرة نستضيف طفل ولا طفلة يروح يدير الواجبات في هذاك المكتب الجميل. اليوم جبنا طفلة يمنى. يمنى مرحبا بك بنتي، تعالي تعالي، روحي لعندي روحي لعندي بنتي، روحي لعندي، تعالي 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 بنتي. واش راكي واش راكي يمنى؟ مليحة؟ شفتي روحك في الحصة تاع مو يزيد؟ عجبك الحال؟ هاي دوري الكاميرا باش تكلمي معاهم. اليوم جبنا يمنى. يمنى شاطرة بزاف، كنت استضفتها في حصة مع مو يزيد وتكلمت لنا على اليوم العالمي لحالة التريزوميا اللي هو 21 مارس. احنا في هذا اليوم هذا دائما توقفوا باش نفهموكم نفهموكم يعني هذه الشريحة هذه كيفاش يعني المعاناة نتاعهم. يعني اولا ماهوش سهل ان يكون عندك طفل مصاب بحالة التريزوميا، وثاني شيء الصعوبة كذلك في الإدماج ديالو المدرسي، لأنه الطفل بطبيعته يحب يقرأ والوالدين يحبوا ولادهم يقرأوا. إذا يمنى بنتي ديري الواجبات المدرسية تاعك. نعم. شاطرة أنتِ يا؟ نعم. شاطرة بنتي شاطرة. أنا حبيتك اليوم ديري الواجبات المدرسية تاعك في هذا المكتب هذا الجميل اللي وجدناه لك باش الأطفال واش تقولي لهم؟ قولي لهم يقرأوا مليح، قولي لهم لازم تقرأوا يا أطفال. قولي لهم بنتي. لازم تقرأوا مليح يا أطفال. فوالا شاطرة شاطرة شاطرة. برافو بنتي. تفضلي المكتب هذاك، روحي بنتي ديري الواجبات المدرسية تاعك. برافو 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 برافو. وأنتم يا أطفال هذا هو الوقت اللي تروحوا ديروا فيه الواجبات المدرسية تاعكم. شكرا 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 شكرا. إذا بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون تريزوميا، حبينا اليوم نستضيف أخصائيين معنا وناشطين وأولياء باش نتكلموا على هذه الشريحة هذه المهمة في المجتمع. إذا مرحبا بكم ضيوفي الأعزاء. حبينا من خلال هذه الحصة هذه نفهموا الناس، لأنه دائما العبد الضعيف يسقط على نفسه. أنا شخصيا كاين بعض الأمور هكذا اللي كمواطن وكامل ما كنتش فاهمهم ما كنتش فاهمهم. من خلال هذه الحصة كما فهمت أنا مدبيا نفهموا الناس لما يشوفوا فينا، وبالك من هذا المنبر هذا بالك راح نساهموا ولو بقسط صغير هكذا في نقص المعاناة نتاع الأولياء، لأنه الناس لازم يفهموا بلي الأولياء تاع الأطفال اللي عندهم حالة التريزوميا صعبة صعبة صعبة. مدبيا نبدأ بك مدام، رانا نتكلموا على إدماج الأطفال في من الجانب الدراسي. ماذا بيا سيدة علجية جيلاني، بما أنك مدرسة منذ 17 سنة وكامل، يا هل ترى
في خلال العمل تاعك تلاقيتي مع حالة من هذه الحالات هذو؟ إذا كان إيه حكينا عليها، إذا كان لا قولي لنا يعني كيفاش تشوفي التمدرس تاعهم هذا. تفضلي أستاذة. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة ما صادفتنيش التجربة هذه باش يكون المدرسة اللي ندرس فيها يكون الفئة من المجتمع، وفي رأيي أنه الفئة من المجتمع هذو لازم لهم أستاذ ولا أستاذة متخصصين في هذا المجال هذا، لأنه الأستاذ العادي اللي يعني مرافقة خاصة، مرافقة خاصة، والأستاذ العادي لأن عنده أهداف معينة، والأستاذ اللي متخصص مع الفئات عندهم أهداف أخرى تختلف عن الفئات أخرى بالضبط، يعني الفئات الأخرى تختلف عن الأهداف تاعنا. وفي رأيي أنه لازم لهم أقسام خاصة، والعدد ماهوش كيما التلاميذ العاديين إلى غير ذلك، يعني اختلاف كبير خاصة يكون يعني. اختلاف كبير بين شكرا شكرا عالم. شكرا أستاذة، شكرا شكرا أستاذة. لما تكلمت الأستاذة على الأقسام الخاصة وكامل مدبية سي محمود، أنت ولي أمر وناشط يعني بابات أسماء اللي نحبوها بزاف ونعرفوها وكامل شاطرة بزاف وحنونة وحبوبة بزاف نحبوها بزاف. حبيتك أنا كان سؤالي راودني دايما مدبية نطرحه لك ليك أنت كأب. ترك أنا ولي أمر، أنا بابات طفل عنده حالة تريزومية متلازمة داونو، حبيت نروح المدرسة نقول لهم صباح الخير جيت نماركي وليدي، واش يصرى؟ هل وليدي يتمركى ما يتمركاش؟ هذا السؤال أنا يراودني منذ فترة، ماذا بيا تجاوبنا عليه سي محمود؟ السلام عليكم. هذا والله سؤال وجيه جدا، بحيث سي نورمال بابا ولا مامون تاع الطفل المصاب بتريزوميا كيلحق الطفل في السن الخمسة من عمره يتوجه للمدرسة تاع الحي، يعني حتى في الدار يرسم يدير يعني يشوفوا نعم بلي نعم. تروح تمشي تستقبل من الإدارة تاع المدرسة، لازم لك ملف تقدم الملف، ولكن في صمت ما تقولش ولدي ولا بنتي مصابة بتريزوميا، يتسجل أوتوماتيكيا عاديا لباس، يلحق اليوم باش ندخلوا المسيد الدخول المدرسي في شهر سبتمبر. تحضر وليدك تلبس له طابلية كرطاب جديد وتمشي به للمدرسة، كي تلحق الباب تاع المدرسة تلقى الأساتذة وتلقى المدير ولا المديرة، هنا تبدأ الخزرة ديجا مختلفة تختلف. ألور أوتوماتيكمون راك مكونفوكي عند المدير المكتب تاع المدير ولا المديرة، واش تقولك؟ تقولك هذا الطفل هذا ولا عرفت باللي مصاب بحالة تريزوميا، لخاطر ديجا المصطلح في المجتمع الحالي الجزائري نحكيه مام الصحفيين من خبيوش نقولوها، نحكيه على مرضى تريزوميا. مدابية توجور نصحوا هذا الآخر نقولوا المصابين بحالة تريزوميا، المدير يقول لك أنا ما نقدرش نتكفل بهذه الحالة هذه. سكي ليجيتيم يلي ليجيتيم باسكو ما عندوش ناس مختصين يعني باش يقوموا المدير هذا حقيقة ومدى به قرين الناس وكامل ما عندوش شغل تطلب منه حاجة ما عندوش ولا. ولكن انت كأب تانيت ما عندكش بالضبط. دونك رانا في وخاصة مومون حق التعلم مضمون دون مومون ديفيسيل يعني في القانون كيقول لك حق التعلم مضمون، ما يقولوش ما عدا فئه نعم مصابي بحاله تريزوميا، يعني هذا الفراغ هذا اللي خلانا نتخبطوا باسكو انا بنتي طفله قبل ما تكون مصابه بتريزوميا راهي سي تان اونفون طفله عاديه تكور بالضبط. كما قالت لي واحد المختصه في الاوتوفونيا كي زادت اسماء قالت لي يا سي عموره تحكي تريزوميك قالت لي راك نسيت باللي بنتك سي تان اونفون، امحي هذيك تريزوميا كاين تكفل صحيح ولكن ما نقعدوش نعودوا فيها، هذا يدخل في الادماج في المجتمع ديريكتومون. دونك هنا السؤال يبقى مطروح، واش ندير دوك بالطفله؟ وين نديها؟ مركز اونيكول سبيسياليزي كلاس سبيسياليزي كلاس انتيغري. هنا يبدا ثاني ان اوتر باركور دو كومباتون كي لو باركور بور سكولاريزي باش تمدرس الطفل تاعك المصاب. شكرا 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 سي محمود شكرا.
ماذا بيا من بعد السيده زيتوني سعديه نرجع لك باش نتكلموا على البروسيسوس هذا تاع تمدرس لاسكوليزاسيون تاع لي زونفون تريزوميك. سيده حورية خدير اخصائيه نفسانيه، كنت عندك درايه بهذا الموضوع هذا بالجانب النفساني، مادام تكلمي لنا شويه على الجانب النفساني تاع الاولياء وتكلمي لنا شويه على الاطفال هذو كيفاش نقدروا نتكفلوا بهم، هل هم محتاجين لرعايه نفسيه ولا مادام تكلمينا على الموضوع هذا. تفضلي استاذ. حبيت السلام عليكم. الله يسلمك، مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع حساس جد حساس وواقع نعيشوه، وخاصه هذه الفئه راهي من عام لعام راهي تزيد الاحصائيات الاحصائيات. يعني واش كان يحكي الاب على النظره السلبيه اللي الموجهه لفئه هذا الاطفال، يعني معاناه نفهم الاولياء معاناه نفسيه معاناه منذ الولاده، يعني منذ الولاده منذ الولاده لنا. يعني الوهله الاولى لما يولد الطفل في المستشفى، يعني الخبر لا فاصون دونت يجي لي ميدسان ولا التربيه، يعني الهيئه الصحيه النفسيه اللي يقولوها لهم، يفو سافوار كيفاه لا ديكلاري. المعاناه تبدا من الاول. وهنايا الجانب النفسي، التكافل النفسي، احنا نقدر نقولوا التكافل الاول، اولا التكافل النفسي الاولياء قبل ما يزيد الطفل. يعني كي تكون الام على بالها بالمولود ديالها راهو جاي تريزومي، يلزم يكون تكافل نفسي. نعرفوا حالات صراو في المجتمع الجزائري، شحال من الام لابوندوني سون انفون، اجهضت يعني لابوندوني سون انفون، وشحال من الزوجين تم الانفصال، ماشي في المناطق النائيه، يعني في الوسط العاصمه، يعني مجرد ما عرفوا بلي راح يجيهم تريزوميك يعني الطلاق اكيد. والمعاناه تبدا هنا، تبدا المعاناه، يعني معايشه الطفل تريزومي في العائله الجزائريه. وعلاش النظره؟ يعني الاسره ماشي الاسره الصغيره الاب والام، النظره للاسره الكبيره، كيف راح يشوفوا الاسره الكبيره، الجد الجده العم الاخوال. يعني هذاك الطفل نشوفوه هنا يعني دائما، يعني اللي تبدا مالوريزمون. ومن بعد كي يخرج الطفل، كي يخرج الحي، يبدا يلعب في الشارع مع اصدقائه، هنا يبدا التميز، يبدا المعاناه الثانيه، تميز مع جيرانه. واش نحبيت نقول، يعني ماذا بيا النداء للمجتمع ككل، الجيران، يعني الوسط وين يعيش الطفل، يعني رفقا، يعني بهذا الطفل رفقا، بهذا رفقا بالحاله بالضبط النفسيه تاعو، ورفقا بالاولياء بالضبط. يعني ما عندناش حل واحد اخر. يعني كنا كلامك هو الكبير، كنا نتكلموا على هذه السخريه هذه تاع الاطفال، هذه الاولياء. مثلا نشوف وليدي يقول واحد انت سمين ولا انت تريزوميك ولا انت، انا كولي امر نحكمه ونفهمه، قولوا يا وليدي هذا الطفل هذا ماهوش ناقص، هذا طفل كيما انت، لازم تحترمه، لانه الاولياء هما المسؤولين على الاراء تاع اولادهم. وهذا الشيء رانا نشوفوه، يعني تشوف الطفل لما الاولياء تاعو يكونوا مربينه بالطريقه السليمه، تشوف عمره ما يسخر من واحد. والطفل كي تشوفوا الاولياء بالك مشغولين بالك كذا، ما انتبهوش لهذا الموضوع هذا، تسيبوا يسخر. ولكن وكان يوجد الاولياء اللي يوجهوه، قال لا يا وليدي هاد الاطفال كيما انت لازم تحترمهم، لازم الاحترام باش نعيشوا في مجتمع لازم نتعايشوا في المجتمع هذا، ماناش وحدنا. اذا كيما تسخر انت كيما تدين وتدان، غدوه من غدوه وليديك قادر يكون كيما هاد السيد هذا. يعني المشكل يكمل، كيفاه نقدروا نربيو المجتمع تاعنا ولا الاسر الجزائريه، نبدلوا هذيك النظره السلبيه نوجهوها للاطفال. على الاولياء يتقبلوا هذاك الطفل، تعايش يعني الاحتكاك بالاخرين. هنا الطفل لما يخرج الى الشارع او الحي ديالو يلعب مع جاره العادي، راهو يقول انا لعبت مع جاري، لعبت معاه مليح، يعني تقبل الاخر او يكسب ثقه، يكسب حب الذات، يعني هذا حاجه ايجابيه. يعني العيشه لا في سوسيال، يعني لا في سوسيال، يعني يبداها من الصغر. ومن بعدك هذاك من تم يروح للمدرسه، يروح مع جاره للمدرسه، كيف يعني هنا قاعدتك نخلقوا الجو من الاحتكاك مع الاخر العادي، يعني نقصوا هذيك العقده، هذيك نخرجوه من القوقعه الاعاقيه تاعو، وهذا ضروري. الطفل يحس روحه كي هو كايها الناس. انا شفتهم في الحفلات، مثلا نتكلموا كي يجوا الحفلات الخاصه بالاطفال وكامل، تشوفهم كاش يلعبوا مع الدراري كاش، يعني انت كي تشوف الطفل، خاصه الطفل طفل بريء، طفل بريء، يعني
يلعب يعني بطريقه عاديه وكامله عليها. الاولياء من بعد نوصلكم، الاولياء كاش يشوف وليده يعني عنده هذيك الطاقه وهو يضحك وتسيبو حنون لي سونسيبل، يحب الناس، يحب يعنق الناس، يحب يعني خاصه هاد الاطفال اللي عندهم حاله تريزوميه تسيبهم حنان بزاف عندهم يعني عندهم هاد هما حلوين يعني عندهم حسن المعاشره، يتقبلوا الاخر بصدر رحب يعني. يعني صدقني والله غير البيت اللي فيه تريزومي بيت سعيد، عندهم سعاده يعني تلقاهم جو من البهجه الفرحه، عندهم يملؤوا هذاك الحيز بنوع من السعاده. شكرا 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 سيده خدير حوريه اخصائيه نفسانيه. سيدة زيتوني سعدية، مرحبا بك. مرحبا بك، أنت أم كذلك وناشطة، ناشطة في مجال إدماج الأطفال. إحنا ماذا بينا تكلمينا كيف كيفية إدماج الأطفال درك مثلا كاين أولياء، لأنه الأولياء اللي هم يشوفوا فينا تاع الأطفال مصابين بحالة تريزوميا لازم نقولوها، كاين أولياء يسكنوا في مناطق نائية بعيد. أنا هذوك اللي نخمم عليهم، أنا نقول باللي الناس في العاصمة وفي المدن الكبرى عندهم مشاكل في الأقسام الخاصة، ما بالك في المناطق النائية. ماذا بينا مادامك نشطة في هذا المجال هذا تكلمينا، هل هناك أقسام خاصة الأولياء لم يشوفوا فينا؟ إذا كانت تقدري تعطيهم نصيحة وين يقدروا يتوجهوا؟ هل كاين ولايات سباقة في هذا الشيء؟ هل هناك رغبة يعني فولونتي بوليتيك، فولونتي يعني رغبة سياسية، رغبة حكومية يعني باش هاد الأطفال هادو يكون عندهم مكانتهم في هاد المنظومة التربوية هذه؟ لأنه بغض النظر احنا ماذا بينا نتكلموا على صعوبة الأمر يعني بور انستالي دي كلاس سبيساليزي في تيريتوار ناسيونال يعني على مستوى الوطن كامل، أقسام خاصة وكامل ماهيش حاجة سهلة. ولكن ماذا بينا تفهمينا كيفاش يكون هاد البروسيسوس هذا؟ وين رانا لاحقين؟ يا هل ترى رانا ملاح ما راناش ملاح؟ مازال العمل كبير، لمن نوجهوا نداء؟ ماذا بينا نعرفوا هذا الشيء؟ شكرا. تفضلي استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الشكر وكل الشكر لقناه الشروق على هذه الاستضافه وهذه اللفته الطيبه. بصفتي ام لطفل تريزوميك ومنسقه بيداغوجيه لسبع اقسام خاصه مدمجه في مدارس عاديه. وين استاذه؟ واش في ولايه البليده؟ ولايه البليده. ايه بالضبط. سبع اقسام. سبع اقسام. اولا انا اريد ان افتح بصيصا من الامل لكل الاولياء، لكل الامهات. الامر ليس بالسهل وفي نفس الوقت ليس بالصعب اذا حاولنا وبذلنا لازم الاراده، سعي واراده ورفع التحدي وعدم الخوف، كل الامور ستسهل فيما بعد. اولا بصفتي يعني مسؤوله على سبع اقسام للمدمجه، المدارس العمومية فتحت الأبواب، مديرية التربية هيئت أو أعطت لنا الأقسام أكيد بجهد وكذا، ولكن في نهاية المطاف تحصلنا على سبع أقسام. وهذه الأقسام في مدارس عمومية؟ في مدارس عمومية عادية. يعني كاين أطفال عاديين؟ أطفال عاديين وأقسام خاصة داخل مؤسسة عادية. كيف خرجوا للإستراحة للريكرياسيون؟ الساحة مع بعض. الطفل هذا عنده حق الاستفادة من الكتاب، حق الاستفادة من اللعب في الساحة، حق الاستفادة من الإدماج. وكي يلعب في الساحة؟ يلعب مع الأطفال العاديين؟ عادي. بعض الأطفال يعني في جميل. بداية المشوار معليش بعد كان هناك نوع من التخوف. بالضبط. لكن فيما بعد عادي، تجد الطفل العادي يلعب مع الطفل تريزومي. كان في كل حالات ندخل مؤسسة صدقني نفرح كي نشوف دراري تريزومي كيجروا في الساحة يلعبوا بالكرة العاديين معهم، معناها تم فعلا نوع من الإدماج وحنا هذا هو الهدف تاعنا. جميل جميل. كون أنه يخرج من البيت إلى المدرسة ليلتقي بزملاء عاديين، ليلتقي بمعلمين، ذاك الذين نصب إليه، أن أخرجه من قوقعته، أن أرفع به التحدي، أن أبين للمجتمع أنه يمكن أن يكون عاديا أو شبه عادي. جميل جميل جميل. دليل إحنا توصلنا لحد السعادة، لدينا قسم سنة ثالثة، قسم سنة ثانية، قسم سنة أولى، قسم تحضيري وقسم إيقاظ. يعني جميل نبدأ بهذه المراحل. جميل 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 جميل.
ولكن هل هناك اماكن يعني الاولياء كيجوا دركا ما يقولوا لهمش كومبلي ولا لا كين؟ هنا يعني ب ب ب ب اذا انطلقنا من فكره انه من جانب علمي بيداغوجي القسم لا يتجاوز 10 اطفال في ولكن هل كافي مثلا كافي. هل كافي هل يكفي لولايه البليده مثلا هذه الاقسام غير كافيه الان السيده الفاضله قالت العدد في تزايد غير كافيه نحن ننتظر المزيد من الاقسام فتح اقسام مدمجه يعني درك كاين اطفال مصابين بحاله التلازميه راهم في الدار ما يقراوش انا نعطيك مثال في الجمعيه جمعيه اويت بالبليده تقريبا راه عندنا 400 طفل يعني حاله في سن التمدرس ولا لا بين 3 شهور الى 17 18 20 سنه ولكن في سن التمدرس سن التمدرس هناك حالات كثيره نحتاج الى اقسام اخرى لادماج هؤلاء الأطفال. وهل هناك اراده يعني اراده طيب اراده من جهه إدارية. من جهه السلطه بمعنى لابد من السعي لكن ليس هناك رفض الإرادة فعلا التي وجدناها هي داخل المؤسسات مع مدراء المؤسسات. فعلا فتحوا لنا الأبواب وهذا 7 أقسام متواجدين في كم من مؤسسة؟ في 3 مؤسسات عندنا مؤسسة نسيبة بنت كعب فيها 3 أقسام مؤسسة وخان فيها قسمين ومؤسسة زبانة فيها قسمين الله يبارك وكاين مدراء اخرين يعني متفتحين هي على كل حال كاين طابع لوجيستيكي يعني الطابع اللوجستيك المدير يقول لك داكور انا راني قابل وكامل ولكن الوزارات الوصيه لازمها لازم لا. التاطير لازم صدقني التاطير الجمعيه هي التي تتكفل بهذه الامور التاطير سواء من حيث الجانب المادي او الجانب البيداغوجي وش هو الجانب المادي الجانب المادي طاولات يعني تجهيزات يعني تجهيز الاقسام ماشي وزاره التربيه من العاده ممكن القسم يكون شاغر لكن في حالات كانت مديره التربيه تساعدنا بطاولات تساعدنا لحد الساعه يعني توصلنا إيه معليش اذا كان احنا المهم نحوسوا غير نبداو من بعد كي نبداو يكون نداء ويشوفوا حتى الناس حتى الوزاره الوصيه وكامل كي تشوف إرادة يعني تشوف جمعيات حابة تخدم مكامل يعني الإنسان يكون واقعي تاني بالمرات تمد مساعدة للناس ومن بعد تشوف اللي ما كانش نتيجة ولكن كي تشوف الحمد ناس لله. الحمد لله كاين نتيجة لحد الساعة 7 أقسام كاين نتيجة أنا يعني جيت بنموذج فقط لتلميذ كيف يكتب الحساب ما دابنا نشوفوه ما معليش فيما بعد سأريد لكن هناك إرادة فعلا وين الكاميرا ما دابنا يعني توصلنا لاحظوا هنايا مثلا دوري الكاميرا توصلنا وين الطفل يكتب هاي عندي اللغه في الصرف عندي الحساب عندنا الخط اللي من اصعب الاشياء هو انه يحمل قلم ويكتب توصلنا فعلا انه ها خط لطالب لتلميذ تخيزوميك في السنه الثالثه العمليات الحسابيه سنة يعني ثالثة ابتدائي سنة ثالثة ابتدائي بنفس برنامج وزارة التربية مكيف مكيف بالضبط 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 جميل 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 ولكن أستاذة حبيت نعرف وش هو الحال في الولايات الأخرى عندك دراية حال الولايات الأخرى إذا هناك تقريبا 7 ولايات أو اللي راه فيها أقسام خاصة أنا حال الولايات الأخرى وجهني دائي للأولياء هنا يعني باش توصلنا لهذا الشيء الحركة الجمعوية بالضبط. هي التوعية هي خروج الأولياء هي سعي الأولياء طبعا الإدارة تبقى مغلوق يعني أبواب مغلقة لكن إذا دقيت الأبواب تفتح الحمد لله بالسعي يكون هناك بالسعي. إرادة إدارية الحمد لله إرادة سياسية مدام بيا شكرا أستاذ الله يخليك طول عمرك أستاذ محمود عمورة كوالي وكناشط في هذا الأمر هذا بدأ بيا تكلمني على التجربة نتاعك وفي الأخير تعطينا النظرة نتاعك هل هناك تطور من أنا نعرفك منذ سنوات عديدة وأنت في هذا النشاط هذا يعني من خلال الخبرة نتاعك هل راك راضي على العمل نتاعكم اللي درتوه هل هناك تطور هل هناك وتكلمنا على الخبرة نتاعك إيه والله إن أستاذ زيتوني برك نضيف حاجة تريز امبورتونت الرواتب تاع الأساتذة والمربيات على عاتق الجمعية هذه لازم نقولوها دونك هنا المشكل تاع الاستمرارية لا بيرينيتي دون اكسبيريونس اسكو جمعية بحال جمعية أويت بليدة
قادره تزيد تمشي وتروح بعيد، يعني دي ليميت. يعني هل مليحة المدير التربية تعطي الأقسام ولكن يبقى كلش تأطير المربيات يبقى على عاتق الجمعية، والجمعية مكونة من 99% من أولياء بالضبط، يعني الناس باش يكونوا على بالهم. واش حبيت نفهم معليش، إذا كان الجمعية بدات ولكن هل هناك كاين وعود، هل هناك كاين راهم يقولوا لكم باللي راح سوف يدرج راح نفكروا وراح دونك هذه هي يعني فولونتي، كاين اراديه سياسيه، اراده سياسيه في الجزائر. ايه باسكو علاش الناس تتخوف، علاش الوزارات يتخوفوا من هذا ليكسبيريونس، باسكو يتخوفوا من حاجه مجهوله ما يعرفوهاش. ولكن كي راهم يشوفوا الخدمه سو لو تيرا سا انكوراج ليطا ا انفستير في هذا لو دومين هذا. بالضبط داكور. وكاين حاجه ثانيه، لازم نفرقوا ما بين التمدرس والادماج. مادابيا السيده زيتوني تعطينا معليش الاهداف، يعني الهدف تاعنا وشنو هو؟ كي لونفون تريزومي كيدخل لمسيد ويدخل دون اون ايكول اوردينير، وشنو هو لو بوت تاعنا الهدف؟ بالنسبه للجمعيه عندها اهداف معينه من خلال يعني من خلال تمدرس الطفل التريزوميك في المدرسه العاديه. اولا كاين اهداف اللي نسموها مكتسبات، كفاءات معينه لابد ان يكتسبها. من ضمن هذه الكفاءات مثلا الاستقلاليه، استاذير لوتونومي المستقل على كلش، يفكر تبع وحده يقرا وحده يقعد وحده مدمج عادي بحيث انه يشعر نفسه كانه عادي مثل الطفل العادي. شفنا درك يمنى كاش جات وحدها تكلمت وراحت وراي تقرا وحدها وكامل، يعني شيء جميل جميل. يعني الهدف النفسي سيكولوجي الحركي الحسي، هذه اللي الطفل تريزوميك بأمس الحاجة إليها نسعى داخل المدرسة إلى تحقيقها، بالإضافة إلى الهدف المعرفي. لأن الهدف المعرفي إحنا الغاية آخر غاية ممكن نصل إليها أن يحسن القراءة والكتابة، لكن قبل أن يحسن القراءة والكتابة هناك سلوكات معينة لابد أن يتغذى بها هذا الطفل. كيف يمكن أن أجعله عادي حينما يخرج إلى الشارع، حينما يدخل إلى الدكان، حينما بهذه الأمور، هذا هو السعي. يعني إلى حين تحضيره للمهني، بمعنى إحنا عندنا مراحل الأورتوفونية بعدها مرحلة التمدرس، وما بعد التمدرس هي دخول مجال الحياة العملية أو يعني المهنية. شفنا كاين أطفال اللي متكفلين بهم، تشوفهم باللي تشوف الفرق بين طفل سمحوا فيه أكيد يعني ما عندوش ما تكفلوش به سواء الأخصائيين والأولياء ولا، وطفل متكفلين به والديه. يعني كنا استضفنا طفل اسكندر في المرة اللي فاتت في الحصة اللي فاتت في اليوم العالمي للتريزوميا، أنا تفاجأت يعني طفل أنا بالنسبة لي عادي، يعني جميل. دونك هذه نداء الأولياء لازم يتكفلوا بولادهم. كمثال على هذا، يعني احنا أول دفعة دخلت المركز التكوين المهني كانت متكونة من 11 طفل اللي كانوا في المدرسة. دخلنا المركز التكوين المهني صبنا تقريبا واحد الخمسة ولا ست أطفال تريزوميك لكن خارج المدرسة. صدقني أن السبعة هذو اللي مروا بمرحلة تمدرس وكذا عملية التعلم داخل المركز كانت أسهل بكثير من بالضبط. هذا هو هذه النقطة المهمة والأهم، ولكن العمل الأول يبدأ عند الأولياء. حقيقة نحن نتكلموا على المدرسة ونتكلموا على الإرادة الإدارية والسياسية وكامل، ولكن لازم الأولياء هما الأولين اللي يتكفلوا بولادهم. تشوف واحد كي يجري بوليده ويديه الأورتوفونيست ويديه وكامل، تشوف وليده مختلف على الآخر، وبعد نلحقوا الإدماج. أنا مدابية الناس اللي عندهم ولادهم وحبوا يقريهم وين يتوجهوا؟ إذا كان على مستوى ولاية البوليدة مثلا، أنا أتكلمك على مستوى ولاية البوليدة مثلا، إحنا من المفروض تابعة لجمعية، إذا الأولياء اللي عندهم أطفال تريزوميك من المفروض يلتحقوا بالجمعية، ينخرطوا في الجمعية والجمعية تتكفل برعايتهم سواء من الجانب الأورتوفوني وكذا، وهي اللي تسعى جميل باش تجيب أقسام وتدمج هذا الأطفال، وعلى هذا الأساس تكون المتابعة البيداغوجية. جميل جميل جميل. ولاية الجزائر سي محمود وين توجهوا الأولياء هذو؟ أنا في الجزائر كبيرة على كل حال. ولاية الجزائر كبيرة وزارة التضامن
لا يعني لي موديل كاينين، الموديل كاينين. عندك الجمعيات اللي راهي تقوم بالاقسام المدمجه في دون دي زيكول اوردينير، عندك دي زيكول سبيسياليزي بحال مدرسه التماني اللي تابعه لجمعيه الف، وين راهي مدرسه في الشرق بنتي اسماء، انا كنت زرتهم فوالا. عندك المراكز تابعه لوزاره التضامن، وعندك تانيت اقسام خاصه في مدارس عاديه اللي تابعه لوزاره التضامن. يعني وزاره التضامن كوبيات واش داروا الجمعيات، حاجه مليحه جميل، شافوا بلي يافي دي ريزولطا. يعني راهم يفتحوا على مستوى الوطن اقسام مدمجه يعني مختصه في مدارس عاديه. كاين حاجه برك نضيفها، انا درت واحد دراسه بسيطه صغيره، حكمت خريطه الجزائر ودرت ان كونتاج تاع الجمعيات والناس اللي راهي تعمل في هذا الميدان تاع مدروس، لقيت باللي الشريط راهو شمالي. يعني هذه من غزوات العنبه، سي فريمون ايتروا، سي ان تريك تري ايتروا، داخل الوطن. بالك الولايه اللي راهي حابطه بزاف ولايه تيارت، فوالا هذه انشاء تيارت ما فيهاش من الجنوب واقصى الجنوب. مدام حوريه خدير، تكلمي لنا على هذا النموذج هذا تاع المراكز تاع وزاره التضامن، هذا كيفاش وين موجود؟ كاين المراكز في الجزائر العاصمه، كاين المراكز تاع المتخصصين في التاخر الذهني، ومن بينهم يدخلوا فئه التريزوميا. وقريب 10 سنين ولا 25 سنة فتحنا أقسام، وزارة التضامن فتحت أقسام خاصة لفئة التريزوميا. وفي الجزائر برك ولا كان في الولايات؟ لا لا ما كانش في الولاية، كان في العاصمة. في العاصمة، معليش حنا إن شاء الله تعمم في العاصمة. معليش يعني المجهودات صح، الخطوة الأولى اندارت وكاين نتائج جد وحسنة، باش نقول لك ما كانش نتائج، كاين نتائج. وباش يسجلوا الأولياء يجوا المراكز ولا يجوا؟ لا لا يروحوا لوزارة التضامن ولا مديرية التضامن على مستوى الولاية. إيه وزارة التضامن تابعة للولاية، يعني يعني رغم نقص الإمكانيات، إحنا حتى حتى في الأقسام العادية اللي فيها الأقسام الخاصة يعني ما عندناش الإمكانيات، وخاصة الإطارات يعني مختصة، يعني الإطارات المختصة بالضبط. وحتى ولو كاين إطارات يعني لو بايمون ديالهم نقص نقص، فهمتني؟ تلقى واحد يعني يعني مختصة في أورتوفونيا ولا مختصة في علم النفس تقوم بمجهود جبار مع فئة تريزوميا ويخلصوها يعني مش حاجة، ماشي حاجة كبيرة على حسب حبذا، يعني لو تحسين الظروف باش يقدروا يمدوا أكثر، يمدوا أكثر. شكرا 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 شكرا. إذا هناك مجهودات تبذل، ولكن المجهود الأول هو تاع الأولياء، انخرطوا في الجمعيات باش تسمعوا صوتكم، لأنه هذا كفاح من أجل ولادكم اللي هم أولادنا راهم تحت جناحنا. إذا فئة تريزوميا نحبكم بزاف بزاف بزاف، وإن شاء الله ربي يوفقنا ويوفقكم باش تدمجون عاديا إن شاء الله يا ربي. وهذا كفاح طويل طويل طويل، وإحنا رانا معكم في هذا الكفاح، هذا شعاري، مدرستي، مستقبلي. إذا ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا، تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا .com ولا صفحه الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. من الاطفال ندرس نتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع اهلنا والبلد، نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحه، وكذا علاجنا ننعم بالصحة، من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقبولة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان، نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان.